الإشكالية الكبرى للمفوضية أنها خلطت ما بين القانون المعد والمصوت عليه في البرلمان لعملها وما بين التعليمات التي صدرت منها. لهذا الشكاوى كثيرة. أنت إذا تحدثين عن 25 صفحة، أنا أقول أن التقرير أنا المقدم من ما الشركة أتحدث الألمانية، سي صفا يقول لك ال25 صفحة اللي قدمتوها يعني مو من اختصاص المحكمة الاتحادية، مو أني رجل القانون اللي هو القانون اللي عندنا هو تحدث مو كلامي. لا لا، هو هذا الكلام اللي جاي اقوله. انا جاي ارد على كلام الاخ استاذ صفاء، نعم اقول هذه التفسيرات كثيره، يعني فقهاء القانون لديهم الكثير من التاويلات، الاخ نعم لديه اختصاصه نعم والاخوه في المحكمه القضاه لديهم اختصاصاتهم، لكن اذا نتحدث عن 25 او غيرها، هو نوه الى نقطه مهمه جدا، ان القضيه مو بالعدد، والا التقرير هو عباره عن 300 صفحه، نعم يعني مو قضيه 25 بس. انا ما اتحدث عنها، انا اتحدث عن جرم او عن مشهد او عن حالة جنائية أو حالة تلاعب أو حالة خيانة. اليوم المعتصمين يطالبون بمحاكمة المفوضية. اليوم هذه الدعاوى التي الطعون التي تم رفعها والشكاوى التي تم رفعها متعلقة بإجراء تلاعبات وبنتائج أدت إلى أزمة سياسية، والمحكمة الدستورية مسؤولة عن تفكيك أكثر العقد الفنية والقانونية الموجودة بالعملية السياسية. دائما تفسر لنا الكتلة الأكبر، الكتلة الأصغر، الحدود القانونية لهذه المادة ولتلك المادة 104، كثير من المواضيع. هذه القضايا هي مقدمة لتدويل القضية. الأخوة في الإطار لديهم رغبة بنقل هذه الشكاوي وهذه الإخفاقات وهذه النتائج إلى المحكمة الدولية، إلى الأمم المتحدة، إلى الأمين العام، باعتبار أنه نفس هذا الإخفاق في بلد آخر من نفس المؤسسات والشركات أدى إلى إلغاء النتائج. يعني أكو نسخة أخرى لكن اليوم في بلد الدولي آخر.